الأطفال يا جماعة، الأطفال بقى سقف طموحهم أعلى مما كنا نتخيل. فأنا هحكي لكم دلوقتي على موقفين حصل مع طفلين مختلفين عشان أثبت لكم إن إحنا ما كناش أطفال. أول موقف حصل مع طفلة سنها من 2.5 سنين لـ3 كده. ففي أول يوم رمضان ماما كانت بتوزع على الأطفال كلهم جنيهات كنوع من الفرحة يعني، فاجي عليها الدور وبتديها الـ2 جنيه بقى بتوعها. فاللي هي بصت للـ2 جنيه دول قالت لها لا انا عايزه 50. فاللي هو في سرها بقى بتقول يعني ايه يا ست انت اللي انت مديهولي ده، انت هتهزري معايا ولا ايه؟ فالاطفال يعني هي مش مقتنعه بقى خلاص بالـ2 جنيه دول وعايزه 50. وده اول موقف حصل. تاني موقف حصل مع طفل عنده بتاع 3 4 سنين كده تقريبا، وكان عمال بيجري مع الأطفال بقى وتعب من الجري واللعب والتنطيط، فقعد بقى يرتاح شوية. فقعد يقول آه يا رجلي، فمالك يا حبيبي اللي تعبك؟ قال رجلي وجعاني. فبعد كده راح لخالته قال لها أنا عايز مية عشان رجلي وجعاني. فراحت خالته جابت له مية عشان يشرب. قال لها لأ أنا عايزك تجيبي طبق مية عشان أحط رجلي فيه عشان تدلكهولي كده. فاللي هو خالته اتصدمت يعني انتوا في ايه؟ فبجد الأطفال بقى سقف طموحها عالي جدا عما كنا نتوقع. فعايزاكوا تكتبولي في الكومنتات ايه أغرب طلب طفل طلبه منك، وايه الحاجات الغريبة اللي هما انت حاجة ما كنتش متوقعها ان هما طلبوها منك.